المصريون بالخارج يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد انتظام العملية الانتخابية وفق الضوابط المحددة. خلال افتتاح عدد من المشروعات في شرق بورسعيد، الرئيس السيسي يؤكد أن توافر التمويل والإرادة هما الداعم الرئيسي لمواصلة العمل بالمشروعات القومية. مقتل أكثر من 30 مدنيا في قصف جوي على الغوطة الشرقية، والمعارضة السورية تحمل الأمم المتحدة المسؤولية عن فشل وقف العنف في سوريا. أهلا لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في مستهل بانوراما الساعة الرابعة عصرا من قناة النيل للأخبار بالقاهرة. أهلا بكم، نتابع أخبارنا ولكن بعد الفاصل. يواصل المواطنون المصريون بالخارج اليوم التوافد على المقر الانتخابية في البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك لليوم الثاني على التوالي. وقد وصل عدد الدول التي بدأت فيها عملية التصويت 116 دولة، وتستمر عملية الاقتراع في اللجان الفرعية حتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي، على أن يكون غدا الأحد آخر أيام التصويت. أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي لها أن عملية التصويت تسير بشكل منتظم ولا توجد أي شكاوى أو أعطال في الأجهزة المعاونة. كما أكد أن عملية التصويت تتم وفقا للضوابط المحددة. المشهد صباح اليوم لن يختلف عن الأمس كثيرا، في التوافد على مقر السفارات واللجان، والذي شهد إقبالا زي ما قلنا بالأمس بشكل جيد ومرضي. في صباح اليوم كل من السادة رؤساء اللجان تم فتح محضر ببداية عملية التصويت، وذلك بعد التأكد من سلامة مقر اللجنة وسلامة المظاريف التي تم غلقها وإعادة حصر الأوراق التي كانت متبقية من الأمس. حرر محضرا بكل هذه الإجراءات، وبدأت عمليات التصويت في توقيتاتها بالتواصل مع السفارات جميعها يسير فيها العمل بشكل منتظم. لم تكن هناك للآن شكاوى، لم يكن هناك أعطال في الأجهزة المعاونة، وسار العمل إلى الآن بشكل منتظم جدا. وفي إطار تغطيتنا المتواصلة لسير العملية الانتخابية في الخارج، انضم إلينا الآن عبر الهواء مباشرة عبر سكايب السفير عمر عامر سفير مصر في النمسا، وكذلك الإعلامي خالد مصطفى معنا من لندن. نبدأ مع سيادة السفير بعد التحية، كيف كانت الأجواء الخاصة بالعملية الانتخابية في النمسا والخاصة بالمصريين في الخارج؟ زي ما حضرتك عارفة احنا بدأنا امبارح في أول أيام الانتخابات. نعم. عمل في النمسا وكان في حرص منهم على المحافظة يتواجدوا من صباح الباكر حتى آخر توقيت هو مسموح به للخصوص في الساعة 9 مساء. النهارده من صباح الباكر الإقبال على السوق والحقيقة الحمد لله بشكل كبير، إن إحنا شفنا الناس
نعم مش كما كان فيها حوالات ايضا في الولايات ال 13 نعم سيادة السفير يعني نريد أن نتعرف على التسهيلات التي قدمتها السفارة لأبناء الجالية المصرية في النمسا. تسهيل الحضور وأيضا للتعريف بالمستندات المطلوبة بالأوراق الرسمية المطلوبة تقدمها حتى يكون للمواطن المصري الحق في الإزاء بسلطة الانتخابات سواء رقم قومي سواء الجهاز أو الجواز السفر الحديث الأمريكي. وده هو هنا اللي التزم به كافة أبناء الجالية وحضروا معهم المستندات المطلوبة وأدلوا بأصواتهم وتسير العملية الانتخابية بدون أي مشاكل. واللجنة الوطنية كانت أمدتنا أيضا في أجهزة السرد الحديثة وعملنا التسجيل التجريبي ودي سهلت كتير إن المواطن المصري لما بيجي يستطيع بيسر إن هو يدي بصوته في أقل من دقائق وبالتالي بيكون أدلى بصوته. في نفس الوقت نظمت السفارة معرض عن تاريخ مصر فبيجي مع أسرته وبيدلب صوته وبيتفرج كمان وبيشوف وبيستمع إلى تاريخ مصر الحديث وتاريخ مصر بشكل عام. فبيبقى يوم مصري متكامل وده بيخلي الناس كمان في حالة من التفاعل الإيجابي مع السفارة. يعني أجواء احتفالية أكتر. طيب نتوجه بالحديث إلى الإعلامي خالد مصطفى من لندن. خالد هل لك أن تطلعنا على المزيد من التفاصيل حول إقبال أبناء الجالية المصرية في لندن على سير العملية الانتخابية خاصة وإن من خلال متابعتك المتواصلة معنا تحدثت فيما مضى عن محاولة البعض لإفساد هذا الأمر من المتواجدين من الجماعة المحظورة المتواجدين في لندن؟ خالد أعيد السؤال مرة أخرى، هل تسمعوني الآن؟ سنعود للتواصل معك مرة أخرى. وبينضم إلينا من اللجنة الوطنية للانتخابات مراسل النيل محمود العزالي. محمود بعد التحية تابعنا معك أحداث وأجواء وفعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، لكن ماذا عن أجواء سير العملية الانتخابية التي تتم داخل غرف العمليات التابعة للهيئة الآن؟ ما فيش حد يقول حاجه انا سامعها. محمود اعيد تكرار السؤال مره اخرى عليك. محمود العزالي مراسل النيل، تابعنا معك احداث وفعاليات مؤتمر الصحفي الخاص بالهيئه الوطنيه للانتخابات، لكن ماذا عن تفاصيل، هل هناك تفاصيل اكثر فيما يتم بشان الغرف الخاصه بمراقبه ومتابعه العمليه الانتخابيه؟ بالفعل هناك متابعات من الهيئه الوطنيه للانتخابات وكذلك وزاره الخارجيه التي لها في مكتب متابعه خاص بالعمليه الانتخابيه. المستشار محمود الشريف في مؤتمر صحفي اكد انه لا توجد فروقات وان العمليه الانتخابيه بالخارج تسير بشكل منتظم جدا. قال ايضا بان كل شيء لا توجد معوقات في الخارج كما حدث بالامس، حتى موضوع حينما سالنا عن وجود مشكلة في قطر قال بأنه لا توجد أي مشاكل في قطر وأن جميع المصريين في الخارج يحاولون أو يصلون إلى مقر انتخابية بشكل بسيط وسهل جدا. إذا حتى هذه اللحظة 116 دولة هناك تصويت فيها نظرا لفروق التوقيت. بسؤال سفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية وهو المسؤول عن متابعة المصريين في الخارج والانتخابات بالخارج، نسأله. أهلا بك يا فندم. مساء الخير. أهلا وسهلا حضرتك. هل رصدتم أي مشاكل حتى هذه اللحظة بالنسبة لتصويت المصريين بالخارج؟ لا، لم نرصد أي مشاكل في غرفة عمليات في وزارة الخارجية، على تواصل دائم بكل السفارات وعلى تواصل بقسم الدعم الفني التابع للهيئة الوطنية للانتخابات. في بعض التساؤلات من جانب مواطنين أدرجوا رقم المدرج على بطاقة الرقم القومي بتاعتهم على الحاسب الآلي أو القارئ الإلكتروني وتبين أنه لا يحق لهم التصويت. احنا بنطلب من السفراء أن هم يتعرفوا من هؤلاء المواطنين على كافة البيانات الخاصة بهم وبيتم نقلها مباشرة إلى الهيئة الوطنية للتعرف على أسباب عدم إدراج هؤلاء المواطنين على قائمة الناخبين. بس هو ده، يعني ما فيش مشاكل أخرى لاحظناها في أي بعثة من البعثات.
لكن في الانتخابات الماضية أو خاصة في 2012 كانت هناك تصويت إلكتروني ولكن لا غير متاح حتى الآن. ما هي خطواتكم لكي يكون هناك إقبال أكثر؟ بالنسبة لأن هناك كما نعلم هناك مواطنون يقطنون في أماكن بعيدة عن السفارات، ما هي الحلول التي ستقدمها وزارة الخارجية لهم؟ صحيح، هو كان في تصويت بريدي، والتصويت البريدي ده اتبع عام 2012 وعام 2013، إلا أنه تم الاستغناء عنه قبل الانتخابات الرئاسية عام 2014 لما تبين من أن هناك بعض المعوقات وبعض الشكوك حول مدى تأمين هذا النظام ومدى تعبيره الفعلي عن صوت المواطن في الخارج وإرادته الفعلية، فتم الاكتفاء بالتصويت من خلال التواجد السري الشخصي والمباشر، وسوف يتم مراجعة هذا النمط من التصويت في المرحلة القادمة مع الهيئة الوطنية والنظر في إمكانية استحداث نظام آخر مؤمن يسمح لأعداد أكبر من المواطنين في الخارج بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية في مصر. أبرز الدول التي لاحظتم مشاركة فاعلة منها المواطنين المصريين؟ ليس هناك مفاجآت في قائمة الدول اللي دايما من 2011 لحد النهاردة بيأتي على رأسها الكويت والسعودية والإمارات. إذن الكويت والسعودية والإمارات هي أكثر الدول التي يشارك فيها المواطنون في الانتخابات الرئاسية، هناك كثافة في المواطنين والجالية المصرية الموجودة هناك في تلك الدول. حتى هذه اللحظة 116 دولة مواطنون المصريون شاركوا في الانتخابات، جاري بحسب فروق التوقيت باقي المواطنين أو باقي السفارات سوف تفتح أبوابها. نعم. بإذن الله لتلقي واستقبال المواطنين. نعم، الزميل محمود العزالي كنت معنا من مقر الهيئة الوطنية الانتخابات، شكرا لك، ولضيفك الكريم السفير حمدي لوزة المسؤول عن متابعة ملف الانتخابات للمصريين في الخارج لدى وزارة الخارجية. هذه عودة إلى السكايب وسيادة السفير عمر عامر سفير مصر في النمسا. سيد سفير، إذن كيف هي حالة الإقبال من المواطنين المصريين حتى الساعة للتصويت في الانتخابات الرئاسية؟ إقبال متزايد ساعة بعد ساعة من أول ما بدأنا النهاردة السبت من 9 صباحا، وإقبال يتزايد يعني وقت كل وقت بيزيد أكثر عن الساعة اللي قبلها، ودي حاجة مفرحة وحاجة بتؤكد أن الشعب المصري وأبناء الجالية المصرية في الخارج حريصين بشكل كبير جدا على أن هم يدعموا العملية الانتخابية ويدعموا مسيرة التنمية في مصر اللي بيشاهدوها بيلمسوها. والملفت أنه الحضور بالأسر، لأنه الأطفال حابين أن يشوفوا الاستعدادات، حابين يشوفوا ويكونوا متواجدين في السفارة، حابين يلتقطوا الصور التذكارية، وحابين أن يشوفوا معرض التاريخ اللي رتبته ونظمته السفارة على هامش الانتخابات. بالتالي هو يوم مصري خالص أسعد المصريين وأسعدنا، وإحنا كل ده بنهديه لبلدنا ووطننا الأم مصر. هل هناك توقع أنه يكون نفس الإقبال في اليوم الأخير اللي هو الغد أيضا في التصويت في النمسا وفي غيرها ربما من العواصم الأوروبية القريبة؟ أتصور أنه حيكون يعني كل التفسيرات عندنا أنه غدا حيكون في إقبال كثيف، أولا لأنه يوم الأحد فالناس ما عندهاش أي ارتباطات، بالعكس يوم أجازة، بالإضافة أنه يوم الأحد إحنا متوقعين أنه زيادة الإقبال مرتبطة أنه حيكون آخر يوم. نعم. بالتالي الناس اللي جت صوتت والمواطنين اللي جم صوتوا وأدلوا بصوتهم بلغوا أصدقائهم وبلغوا أقاربهم قد إيه التنظيم والترتيب اللي موجود في السفارة جاذب ليهم، وإن هم يعني ساعدوا أو يعني كان عندهم سعادة بإن هم يشوفوا هذا الترتيب وهذا التنظيم وسهولة الإدلاء بالصوت الانتخابي في مقر اللجنة الفرعية في السفارة في الجنة، فشجعت ناس كتير للحضور، وده اللي احنا كنا من الاول نحاول ان احنا نسعى اليه ونحققه، لانه على مدار الشهرين الماضيين قمنا بانتصارات مكثفه مع كافه التجمعات جوه فيينا وخارج فيينا بالتعريف باهميه المشاركه في العمليه الانتخابيه، وحقيقه بنلمس اليوم نتائج هذه الانتصارات المكثفه على مدار الشهرين الماضيين اللي انعكست في حرص شديد بنلمسه النهارده من ابناء الجاليه بالحصول. أشكر سيادتك، شكرا جزيلا سيادة السفير عمر عامر سفير مصر لدى النمسا، شكرا جزيلا.
أكدت غرفة العمليات التابعة لوزارة الدولة للهجرة شؤون المصريين بالخارج انتظام توافد المصريين بالخارج بإقبال ملحوظ إلى مقار السفارات والقنصليات ضمن فعاليات اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية. وأوضح بيان لغرفة العمليات أنها تلقت نحو 190 استفسارا من المصريين بالخارج حول العملية الانتخابية خلال 24 ساعة الماضية. كذلك أوضح البيان أن اليوم الثاني من الانتخابات يسير دون أي معوقات أو شكاوى مع التزام السفارات بفتح باب التصويت في 9 صباحا بتوقيت كل دولة. وإلى الكويت، حيث أكد سفير مصر لدى الكويت طارق القوني تزايد إقبال الناخبين المصريين خلال اليوم الثاني من أيام التصويت للمصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية. كذلك تابع السفير المصري الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السفارة لنجاح العملية الانتخابية، مشيدا بسلوك الناخبين المصريين وحرصهم على أداء واجبهم الوطني. هكذا انطلق قطار الانتخابات الرئاسية المصرية في الكويت الذي بدأ مع فجر اليوم بأعداد فاقت التوقعات، تأكيدا لأهمية المشاركة وأملا في مستقبل أفضل. ما تخافوش على مصر أبدا، محت رجالتها معبية العالم ده. اللي بيقول على الجيش المصري عسكر، لا، احنا جيشنا الجيش المصري والشعب المصري كله الجيش المصري. مصر قوية، تحيا مصر بشعبها وبرئيسها وبجيشها وبقضائها وبشرطتها. مصري الكويت حرصوا على التوافد وبحشود كبيرة لتأكيد دعمهم مسيرة وطنهم والوقوف خلف قيادتهم. العرس دي ينفع عزي وينفع فرح، عزي في الخونة واللي مش بحب مصر، وفرح للمصريين كلهم. وصل صوتنا للإعلام الفاسد إن كان قناة المكملين معتز مطر أو قناة الخنزيرة. وتحيا مصر وشرطة مصر وجيش مصر وقضاء مصر والمصريين الشرفاء، والخونة لا والعملاء لا. السفارة المصرية استعدت لوجستيا وسهلت مهمة الناخبين ونسقت مع الجهات الكويتية المسؤولة. الطوابير اللي شفتوها امتدت لأمطار عديدة، فده بيؤكد حرص المواطن المصري على المشاركة في الانتخابات وعلى المشاركة في تحديد مستقبله ومستقبل وطنه. كلنا تحت علم مصر وكله عايز العملية تنجح وكله عايز كل ناخب يجي ويسرنا له المجي بقدر الإمكان. أرجو أنه إحنا أدائنا كلنا يرتفع لمستوى أداء الشعب المصري. عرس ديمقراطي تحول من تعبير مجازي إلى وصف حقيقي لما شهدته السفارة المصرية في الكويت وسط توقعات بنسبة تصويت تفوق الاستحقاقات الانتخابية الماضية. استحقاق انتخابي جديد يؤكد فيه المصريون في الكويت أن مشاركتهم السياسية لا يجب أن تقل عن المساهمة الاقتصادية في بناء وطنهم، ليثبتوا أنهم يقيمون في الكويت بأجسادهم في حين أن قلوبهم وعقولهم معلقة في وطنهم الأم مصر. أحمد خطاب من داخل مقر السفارة المصرية في الكويت، قناة النيل للأخبار. وإلى لندن ينضم إلينا عبر الهاتف الإعلامي والصحفي خالد مصطفى. خالد، بعد التحية، تحدثت في وقت سابق من خلال متابعتنا المتواصلة معك عن أنباء أو أخبار الجالية المصرية في لندن والمشاركين في العملية الانتخابية عن أن كان ربما هناك معوقات أو شحن من جانب بعض المتواجدين في لندن من الجماعة المحظورة. صف لنا الأجواء لديك، وهل أثرت هذه الأمور في المتواجدين أو في التوجه إلى السفارة للإدلاء بصوتهم الانتخابي؟ عملية التصويت بتمر بطريقة ما كناش نتوقعها رغم برودة الجو. درجة الحرارة هنا اليوم أقل من 3 تحت الصفر، والثلوج تتساقط من الصباح الباكر وسوف تستمر حتى الثانية من بعد منتصف الليل. ورغم ذلك الأتوبيسات تأتي من مانشستر ومن برايتون ومن ليفربول ومن نيوكاسل، مسافات تتعدى ما بين 5 و8 ساعات، والأمور تمر بصورة جيدة. نعم. الجماعة الإرهابية حاولت الحجز من الساعة 1 بتوقيت لندن حتى الآن، وعندما علمنا أنهم قادمون ظننا أنهم سوف يأتون كما قالوا حوالي 4 أو 5 أتوبيسات، يعني قوامهم ما بين 200 أو 250، ولكن فوجئنا أنهم لا يتعدوا 14 مواطنا، وليس بينهم مصريين سوى 4 فقط.
لأننا تحاورنا مع البعض منهم ووقفوا حوالي ساعتين ولم تتأثر اللجنة الانتخابية بهم، لأن الشرطة كانت تحاوطهم من كل الاتجاه وكانت عاملة ليهم كردون فخرجوش خارج الكردون، قالوا العبارات المعهودة عنهم، ولكن قابلهم أكثر من 300 مصري شريف كانوا أمام اللجنة الانتخابية، أصواتهم علت على أصوات الـ14 شخصا ولم يؤثر ذلك على العملية الانتخابية. طيب اليوم لم يؤثر ذلك أبدا، لم يؤثر العملية الانتخابية، العملية الانتخابية تتم على الرغم من ان اليوم يوم عمل، يعني ليس نهايه اسبوع في لندن، يعني يوم عمل رسمي، استطاعوا التوجه الى السفاره لادلاء باصواتهم رغم ان امس واليوم كان ايام عمل رسميه في لندن؟ لا، هو امس كان يوم عمل، اليوم يوم السبت، يعني لو في يوم عمل النهارده بيبقى نص يوم فقط، لكن لا تتخيلي بروده الجو، درجه الحراره اقل من 3 تحت الصفر والثلج يتساقط، والكبار والشباب الكل هنا يتوافد. بالأمس اختتمت اللجنة في 9، تم تصويت أكثر من 666 صوتا، بالمقارنة مع الانتخابات الرئاسية عام 2014 كان اليوم الأول من الانتخابات السابقة صوت فقط 200، بالأمس صوت 660 ناخبا، ونأمل اليوم رغم برودة الجو أن يكون هناك تزايد، وأعتقد بكرة هيبقى نفس الجو، درجة الحرارة سوف تكون أقل من معدلها الطبيعي غدا أيضا، ولكن المصريون لديهم هدف واحد هو المضي قدما في اختيار رئيس يستمر وتستمر معه عملية الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الإرهاب والارتقاء في مصر والصعود بها إلى المكانة التي نتمناها جميعا، والتي اعتقد انها وصلت لاكثر من 75% مما كنا نتمناه. نعم. ونامل في الاربع سنوات القادمين ان يكون الوضع افضل مما هو الان. جزيل الشكر للاعلامي والصحفي خالد مصطفى، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. وفي المملكة العربية السعودية توافدت أعداد كبيرة من المواطنين على مقر أو إلى مقر السفارة المصرية بالرياض للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وأشار السفير المصري لدى المملكة العربية السعودية ناصر حمديالي إن كثافة الإقبال على المشاركة في الانتخابات تدل على شدة وعي المصريين، وأوجه السفير المصري الشكر للمملكة العربية السعودية على توفيرها الدعم الكامل واللازم لإجراء الانتخابات. أكد سفير مصر في الإمارات وائل جاد توافد المصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل فتح المقر الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، وقال جاد إن هناك كثافة غير مسبوقة من قبل الناخبين، مشيرا إلى انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان، وأن المقر الانتخابي يغلق في الموعد المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. يشارك المصريون المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، فمنذ ساعات الصباح الباكر فتحت السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي أبوابها للمصريين المقيمين في دولة الإمارات لانتخاب رئيس بلادهم القادم، حيث تعتبر الجالية المصرية المقيمة في دولة الإمارات ثالث أكبر جالية في الخارج. رغم كل الاستعدادات اللي احنا عملناها انما الواحد مش هيقدر يأدي لهم حقهم، لانه الاحاسيس الوطنيه اللي احنا شعرنا بيها والاجواء الاحتفاليه اللي هم قدموا بيها الحقيقه بتخلينا نحس دايما بالتقصير، وهنحاول نخدمهم ونيسر لهم امورهم على قد ما نقدر، وده اللي بيتم. فانا بشكر كل افراد الجاليه المصريه اللي موجودين، وبقول لهم ان احنا في اول ساعتين ثلاثه وهذا الاقبال، واتوقع ان شاء الله في اليوم الاول يبقى نسبه تصويت عاليه كما هو المعتاد. ارتفاع نسبة المشاركة كان ملحوظا، في حين أكد أفراد الجالية المصرية المقيمة في دولة الإمارات على أهمية الإدلاء بأصواتهم سواء كان داخل أو خارج البلاد، لما يشكله هذا الاستحقاق من أهمية لاستكمال نهضة مصر. هو بصراحة زي كل يوم بيثبت الشعب المصري وعيه الشديد أنه يثبت أمام العالم أن في توجه لمصر وفي اتجاه وفي إرادة شعبية ناحية
مسيرة حلوة لشعب عايز ينهض وبينهض أكتر وأكتر. رسالتنا أن احنا لازم نتواجد في سفارة بلدنا، لازم نتواجد في حقنا، لازم نوجه رسالة للشباب اللي في مصر مش بس هنا في الإمارات أنه لازم تنزل. عملية الانتخابات أتت بعد أن أتمت السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي كافة الترتيبات لضمان سير العملية الانتخابية دون أي شكاوى تذكر، ومن خلال قضاة يشرفون على نزاهة العملية الانتخابية. وقد دعت السفارة المصرية المقيمين وحتى الزائرين التصويت وبقوة، مصطحبين معهم أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر المميكن. وتستقبل السفارة الناخبين بدءا من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء. والمزيد من المتابعة حول تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية وتحديدا في منطقة الخليج العربي، معنا سيادة السفيرة سهى إبراهيم سفيرة مصر في البحرين. سيادة السفيرة، تشير كافة الشواهد إلى إقبال كبير خاصة في الكويت وفي الإمارات العربية المتحدة وفي السعودية في دول الخليج عموما، كيف كان الحال في البحرين أيضا؟ هي كان في تدفق كبير جدا ورغبة صادقة في أنهم يشاركوا مصر ويدوا بصوتهم ويكونوا مشاركين في كل الاستحقاقات اللي مصر بتقوم. أنا بشكر الجالية على الموقف اللي وقفته، شباب الجالية، أهل النوبة اللي موجودين هنا، كل واحد قدم اللي يقدر عليه عشان تظهر الانتخابات في أرقى صور وعشان يسمح للناس كلها إنها تشارك، بيقدم كل التسهيلات للجالية المصرية عشان تشارك. فحقيقي سفارة سعيدة جدا بالانتخابات وسعيدة بإنه أتيحت لها الفرصة إنها تشارك في احتفالية جميلة زي. نعم، التدفق بيأخذ شكل ساعات محددة أو أم هو موجود على مدى ساعات اليوم، خاصة أن احنا يعني في اليوم الثاني من الانتخابات؟ مستمر مستمر، من الكبار ومن الأطفال ومن الصغيرين والعائلات بتيجي وبتصوت، تتصور وتقعد في السفارة عشان تعبر عن حبها. دي حقيقي حضرتك مظاهرة أكثر من نعم هي مظاهرة. بقوله كمواطنة مصرية سعيدة ان انا بشوف الحب ده تجاه المصريين لبلد. نعم، هي مظاهرة حب لمصر بكل تأكيد. حقيقي. هل ينتهي المصوتون في البحرين الأمس واليوم، ام ربما يكون هناك بقية تستكمل التصويت والتدفق على لجنة الانتخابات غدا ان شاء الله؟ اعتقد هيبقى في تدفق غدا بكره، بس طبعا هيقل عن اللي موجود، ولو ان اللي بيحصل كله بالنسبه لنا بيفوق كل التوقعات بتاعتنا. نعم، لانه في رغبه صادقه ان الكل يجي ويشارك. حضرتك شعب البحرين يشارك معانا وبيشجع الجاليه المصريه على انها تيجي. اعتقد انه البحرين يعني دوله ليست مترامية الأطراف، وهذا يسهل عملية التصويت وحضور جميع المصريين. بالضبط حضرتك، بس أقوى ما فيها الرغبة القوية أن الناس تيجي وتشارك. وبعدين إحنا بيجينا من المنطقة الشرقية في السعودية كمان. المنطقة الشرقية في السعودية يصوتوا. أيوة. في البحرين أيضا. أيوة، لأنه في جسر بيربطهم بيه، فبيبقى سهل عليهم يجونا، أسهل من أنهم يروحوا الرياض، فبالتالي بيجونا. فعندنا تدفق كمان من السعودية للبحرين. نعم، ودي فرصة انه يعني يعرف جميع المصريين في المنطقة الشرقية في السعودية اللي بعضهم ما يكونش عنده علم انه يمكنه الذهاب الى البحرين للتصويت. حضرتك التلفزيون في البحرين وكل جرائد البحرين منزلة كل التفاصيل عن الانتخابات المصرية، وبتدعو الجميع للمشاركة في الانتخابات، وبتدعو المصريين اللي موجودين في المنطقة الشرقية إنه السفارة بترحب بيهم وأهلا وسهلا عشان يجوا ينتخبوا هنا. نعم، ففي تضافر جهود من الكل عشان الانتخابات. نعم، كل التحية للجالية المصرية في البحرين ولدولة البحرين الشقيقة على تشجيعها واتخاذ كل عوامل التشجيع للمصريين سواء في البحرين أو في المملكة العربية السعودية للذهاب إلى صناديق الانتخابات والتصويت في الانتخابات. بشكر سيادتك شكرا جزيلا سيادة السفيرة سهى إبراهيم سفيرة مصر في البحرين.
وإلى هولندا، ومن هولندا تحديدا بينضم إلينا عبر الهاتف السيد هشام فريدة، الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا. سيد هشام، بعد التحية، صف لنا أجواء العملية الانتخابية. هل كان المشهد متوقعا أن تكون هناك هذا الزخم من المشاركة من جانب المصريين المتواجدين في أوروبا في هذه العملية الانتخابية؟ السلام عليكم، برحب بحضرتك والمشاهدين. اكيد طبعا، احنا النهارده اليوم الثاني من الانتخابات، زي حضرتك ما شايفه اللجنه موجوده ورايا، ودي لجنه الاستفاره المصريه في هولندا. وامبارح كان الاقبال شديد، يعني بالنسبه لاول يوم لما قارنه بالانتخابات الرئاسيه الاولى كان على غير المتوقع اكثر. واحنا كنا متوقعين النهارده ان شاء الله، يعني في ويك اند، في السبت والحد ده اجازه عندنا طبعا في هولندا، وكنا متوقعين الاعداد. النهارده الصبح الاعداد ابتدت تتوافد على السفاره من الساعه 9 صباحا، وفي ضم من اطراف هولندا، من الجنوب الهولندي، من الشمال الهولندي، كان في منظمات المجتمع المدني الموجوده عندنا هنا في هولندا، اجروا اتوبيسات على حسابهم الخاص طبعا، وجمعوا الناس. وده طبعا الترتيبات اللي كنا بنعملها قبل كده من المؤتمرات والدعايه الانتخابيه، والحمد لله كل شيء كان مترتب من قبلها، وكل الناس كلها كانت يعني مشاركه، وكل واحد بيشارك بحب وبوطنيه. احنا بنعتبره عرس انتخابي، وفعلا الناس كلها جايه بمحبه. واحنا في فيديوهات بعتناها ولسه كمان هننزل، الناس يعني بتغني الاغاني بنفسها. لما بتقول شغلوا اغنيه وطنيه يقول لك لا احنا عايزين نغني، هتشوف الحماس الناس اللي بتغني بيه، فعلا الناس بتغني من قلبها فعلا. منتظرين مشاهدة هذه المقاطع، يعني يا ريت تبعتها لقناة النيل الأخبار، وبالتأكيد سنقوم بعرضها. لكن سيد هشام، هل كان هناك أي مشكلات ربما واجهت بعض الناخبين، مثلا بعد الأماكن، برودة الطقس أو غيرها من العوامل التي ربما يعني حالت دون وصول البعض للجان أو المقر الانتخابي؟ والله انا هقول لحضرتك حاجه، احنا هنا عندنا في هولندا الثلج نزل بالليل ودرجه الحراره 6 تحت الصفر. حضرتك شوف احنا واقفين ازاي، وعلى الرغم من كده يعني ده بيبقى عائق في الطرق وفي المواصلات طبعا، القطارات بتتوقف، الطرق بيبقى عليها ثلج، فبيبقى حركه السير بطيئه. ولكن كل ده ما كانش عائق اطلاقا ان الناس فعلا تيجي وانها توصل لغايه السفاره. الناس عملت حسابها في الوقت وطلعوا بدري من اماكنهم، وفعلا الناس كلها وصلت، يعني بتتواصل، وحضرتك شايفه من ورايا، يعني انا يعني اطلع بره الكادر كده اوري حضرتك، الناس كلها متواصله. واضح على واضح عدد المتواجدين خلفك وهذا الاقبال. هو يعني لو كنتوا سجلتوا معانا من شويه كان في موجود 3 اتوبيسات عندنا وصلوا، والحمد لله احنا لسه يا دوبك مخلصين معاهم. وهبعت لكم ان شاء الله بعد اللقاء، هبعت لكم كل الفيديوهات اللي احنا صورناها في الاتوبيسات، وجودهم ودخولهم في السفارة، والناس ازاي كانت فرحانة وبتغني. نعم سيد هشام، يعني ربما بنتحدث ان هذا الامر كان غير المتوقع، لان كان في حالة من ربما من ان في ناس كتيرة كانت شايفة ان العملية الانتخابية في وجهة نظرهم شايفين ان هي محسومة. لكن هذا الاقبال برأيك، التفسير الاساسي لهذا الاقبال وهذا الوعي عند الناس وعند المواطنين المصريين في اوروبا، برأيك من خلال معايشتك للمشهد هناك، ايه السبب في هذا الاقبال؟ والله السؤال بتاع حضرتك ده سؤال جميل جدا، وده كان السؤال ده كان محور حديثنا امبارح. واحنا يعني ده رايي انا الشخصي، انا شايف ان المصري او المصريين في عندهم جين، الجين دوت موجود فينا، بيحس احساس مرهف بالخطر، ولما بيحس بالخطر بتلاقي الناس بدون اي يعني مش محتاجين حد يقول لهم اعملوا ايه وما تعملوش ايه، بتلاقيهم هم من نفسهم عارفين اللي هيعملوه وبيعملوه من قلبهم وبيعملوه بحس وطني عالي. ده يعني الشعب المصري الله عليه، يعني انا عايش في اوروبا 38 سنه وشفت شعوب الدنيا، والله والله ما في شعب زي الشعب المصري في وعيه وفي حبه لبلده وفي اخلاصه. شعب يعني مش عايز اقول لحضرتك، لو انا هبعت لكم الفيديوهات هتشوفوا الناس بتعمل ايه. يعني محولوا المشهد الانتخابي لمشهد احتفالي واجواء احتفاليه فعلا، يعني فعلا فعلا هو ده عرس، احنا بنقول عليه عرس انتخابي، الناس مش جايه تنتخب. هتشوفي حضرتك الفيديوهات كلها، الناس كلها جايه بترقص وبتغني مبسوطه، يعني الناس جايه من قلبها. وعايز اقول لحضرتك يعني السفاره المصريه ده برضه لازم ان احنا نذكره، يعني مشهود للخارجيه المصريه. انا ده الاحساس اللي عندي، ان دي يعني التعليمات العامه ان افتحوا ببيوت المصريين نعم يعني تسهيلات كبيرة، يعني السفارة المصرية بصراحة فتحة أبوابها ما فيش أي معوقات، الناس كلها بتخش، المعاملة فوق الوصف، معاملة ممتازة،
الناس بترحم الابتسامة، يعني بيقابلوا الناس بابتسامة، عايزة يأثر بالتحكم. نعم جزيل يعني الشكر نعم أنا بشكرك على هذه المداخلة السيد هشام فريد الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا، شكرا جزيلا على هذه المداخلة وبالتأكيد سنبقى متواصلون معكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يتقبل مدة تأخير المشروعات في شرق بورسعيد من 3 إلى 4 أشهر، وذلك يرجع إلى أن تكلفة المتر من المشروع لتجهيزه وطرحه للمستثمرين تصل إلى 1500 جنيه بالمرافق، الأمر الذي يعني أن تكلفة 40 مليون متر تصل إلى 60 مليار جنيه. وأوضح الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شرق بورسعيد أن الاهتمام بمشروعات تعمير سيناء ينبع من أهمية تلك المنطقة، مشيرا إلى أن تعمير سيناء يتطلب توفير أموال كبيرة تصل إلى 275 مليار جنيه. إن تكلفة المتر المربع أو المتر اللي عشان يتعمل يبقى جاهز إن هو يتم طرحه للمستثمرين بيتكلف في حدود 1500 جنيه بالمرافق بتاعته، مش كده؟ تمام يا فندم. طيب يعني لما نتكلم في 40 مليون متر احنا بنتكلم في تقريبا 60 مليار جنيه. تمام يا فندم. أنا بس بقول كده ليه؟ عشان ما نظلمش التجربة بتاعت الآخرين. أنت لو الأموال موجودة المشروع هيتعمل. تمام. لو الأموال مش موجودة يقعد 10 سنين كمان، ويقعد 10 سنين 30 و40. طبعا لازم نقول كده ليه عشان ما يصحش. النهاردة انتوا بتتكلموا في رقم بالأرصفة بدا اكتر من 80 مليار جنيه. تمام. انا مش واخد بالي. بالظبط يا فندم. مش كده؟ اي فندم. طيب يعني مين النهاردة اللي يقدر يضخ 80 مليار جنيه خلال سنتين ثلاثة كامل؟ لكن انا بقول الكلام ده بس دلوقتي عشان اقول ان احنا كان لنا ارادة، ان احنا قلنا هنصرف وهنهتم بتعمير سيناء، لان المنطقه اللي احنا بنتكلم عليها دي شرق القناه. تمام. دي جزء من سيناء، عشان الناس تبقى سمعانا لما قلنا ان احنا بنتكلم في 175 مليار و100 كمان بعد كده، يعني 275 مليار. احنا بنتكلم بس لو شفتوا الانفاق اللي بتتعمل وشفتوا المشروع ده هيكلف كام، ثم بقيه شبكه الطرق والبنيه الاساسيه الاخرى زي الكهرباء ومحطات المياه، هتجد ان دي ارقام كبيره جدا جدا. لو ما توفرتش مش هيتعمل الشغل ده. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المبلغ الذي تم جمعه من أجل حفر قناة السويس الجديدة الذي بلغ نحو 64 مليار جنيه لم يتم إنفاقه فقط على حفر قناة السويس الجديدة، بل تم إنفاقه في حفر القناة والأنفاق والمنطقة الصناعية المحيطة بالقناة. لما خدنا المبلغ اللي احنا قلنا للمصريين تبرعوا لصالح قناة السويس، ال 64 مليار جنيه اللي تم تجميعهم الناس كلها متصورة ان هم تم انفاقهم فقط على القناة التانية او القناة الموازية او القناة الجديدة. لا طبعا، ده القناة الجديدة والانفاق والشغل اللي بيتعمل دوت صحيح بنكمل عليه، لكن عايز اقول في الاخر ان لما توفر التمويل من اموال المصريين ابتدينا ان احنا نشتغل بالشكل الضخم ده في الثلاث مشاريع مره. احنا بدانا في القناة وبدانا في الانفاق وبدانا في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد. احنا بقول الكلام ده دلوقتي بس عشان خاطر امانة العرض عليكم يا مصريين، تبقوا عارفين ان احنا لما نيجي نقول نقدر نعمل او ما نعملش هيبقى مرتبط بقدرتنا على تمويل المشروع من عدمه. لما توفرت القدرة على التمويل الإرادة بتبقى دايما موجودة، إنما لو ما فيش فلوس مش هيتعمل المشروع. نرجع لأول نقطة. النقطة الثانية، أنا مش هقول إن الثلاث شهور أو الأربع شهور كتيرة كامل، لا أنا موافق، لأن طبعا ما عندناش خيار تاني اللي إحنا يعني هنراعي الإجراءات الأمنية اللي بتتعمل وإحنا هنخلص الموضوع يعني إن شاء الله. مش هيطول معانا كده، بس أرجو إن أنتوا تنظموا نفسكم، مش بس على قد كده، على قد حركة كمان الحركة من وإلى من شرق القناة لغربها، لأن في مصالح كتير لناس. تمام.
وللمزيد من المتابعة حول هذا الملف بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور كريم بعد التحية وبوصف تخصص حضرتك، يعني مشروعات اليوم لها رسالة تحمل المدلول الاقتصادي الضخم وكذلك أيضا المدلول السياسي، قراءتك لما تم إنجازه من مشروعات حتى الآن والتي تفضل السيد رئيس الجمهورية بتفقد أعمالها اليوم؟ دكتور كريم. أيوة يا فندم، حضرتك. أيوة. أعيد السؤال على حضرتك يا فندم. اتفضل. قراءتك لهذا المشروع وللمشروعات التي تم تفقدها اليوم، مشروعات شرق بورسعيد، وأثر هذه المشروعات على الصعيد السياسي والاقتصادي. طبعا احنا عايز اقول في البدايه، احنا النهارده شفنا تفقد السيد الرئيس لعدد من المشروعات التنمويه والاقتصاديه في محور واقليم قناه السويس وخاصه في شرق بورسعيد. يمكن عايز اقول ان الاتجاه نحو اقليم قناة السويس ومحور قناة السويس علشان الدولة بتسعى بقدر المستطاع الاستفادة القصوى من قناة السويس كبديل، ان هي ليس فقط انها تكون كممر ملاحي ولكن ايضا يكون على ضفاف القناة وفي المنطقة الصناعية او المنطقة او اقليم محور قناة السويس ككل، يكون فيها منطقة لوجستية ترتبط بها ايضا كمدن صناعية جديدة حتى يتم تعمير سيناء وتكون نواة التعمير في سيناء هي اقليم ومحور قناة السويس. شفنا طبعا يمكن مدن جديدة ابتدت تتفتح في سيناء او بداية تعمير سيناء، يمكن شفنا الاسماعيلية الجديدة، منطقة مدينة شرق بورسعيد الجديدة، مدينة رفح الجديدة، كل ده طبعا بيزيد الحيز العمراني للدولة المصرية وبيعمل اعادة توطين، ليس فقط ان يكون التوطين فقط في الوادي ولكن يكون التوطين في الوادي وايضا في سيناء، تلك المدن الجديدة طبعا اللي بتساهم بشكل او باخر في زيادة الحيز العمراني للدولة المصرية وزيادة النشاط الاقتصادي ما يتبعه من تلك المدن الجديدة، لما اكيد يتم زيادة التوسع العمراني بيزيد النشاط الاقتصادي. طبعا احنا شفنا برضو افتتاح، يمكن النهارده كانت زيارة السيد الرئيس تفقد عدد من المشاريع، يمكن احنا النهارده مش افتتاح حاجة جديدة ولكن تفقد عدد سير من الأعمال في هذه المشروعات. سير الأعمال ودي حاجة جديدة احنا أول يعني يمكن شفناها بالفترة الأخيرة، إن ليس فقط إن يتم وضع حجر أساس ولكن يتم افتتاح مشاريع وتفقد مشاريع قائمة، على التأكيد على إن يكون رأس الدولة أو رئيس الجمهورية يتابع بشكل مستمر تلك المشاريع، طبعا أكيد يعني أكيد يؤكد على اهتمام الدولة بتلك المشاريع القومية اللي بتكون طبعا، خاصة احنا قلنا النهاردة كان التفقد في منطقة إقليم محور قناة السويس، كما هو معروف إن قناة السويس بيمر فيها تقريبا 20% من حركة التجارة العالمية، لما احنا نتكلم على 20% من حجم التجارة العالمية يبقى أكيد يجب أن يصاحب تلك الحركة من أنشطة اقتصادية كبيرة جدا بتصاحبها، كمان شفنا النهاردة ما يصاحبها يعني كافة المشروعات المرتبطة بيها بالتأكيد طبعا يعني طبعاً. وضحت هذه الرؤية وشكرا جزيلا على هذه المداخلة دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أكد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن مشروعات تنمية شرق بورسعيد من أهم المشروعات التنموية بسيناء، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تتميز بموقع متميز يمكن الاستفادة منه في التبادل التجاري بين الكيانات العملاقة في كل من الهند والإمارات العربية وجنوب شرق آسيا والصين. تنمية شرق بورسعيد وتعظيم الاستفادة من مميزات تلك المنطقة والتي تتمثل في الموقع المتميز للمنطقة والذي يمكن الاستفادة منه في التبادل التجاري مع الكيانات العملاقة في كل من الإمارات، الهند، جنوب شرق آسيا، الصين، شرق أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية. كونات مشروعات منطقة شرق بورسعيد والتي تشمل الميناء البحري، المنطقة الصناعية، المزارع السمكية، مدينة سلام مصر، محطة تحلية مياه البحر، الميناء البحري، جاري تنفيذ المرحلة الأولى من الميناء البحري والتي تشمل الأرصفة البحرية، المجرى المائي ودائرتي الدوران، ساحة من جانبها أكد الفريق مهاب مميشة على أهمية مشروعات ميناء شرق بورسعيد، حيث سيحول المشروع مصر إلى مركز هام لحركة التجارة العالمية البحرية، علاوة على تكوين مناطق صناعية ولوجستية تستغل الإمكانيات المتوفرة من مواد أولية، كما تسهم في توفير فرص العمل للشباب المصري. حيث يعتبر ميناء شرق بورسعيد شمالا
وميناء العين السخنة جنوبا هما قطبي المشروع، والذي يمكن من خلالهما التحكم في جزء كبير من حركة التجارة العالمية وحركة الملاحة بقناة السويس، وبذلك ستتحول مصر إلى مركز هام للتجارة العالمية البحرية ومركز توزيع وإعادة توزيع لوجستي، علاوة على تكوين مناطق صناعية ولوجستية تستغل الإمكانيات الموجودة من مواد أولية بمصر والمنطقة، وفتح فرص عمل للشباب المصري. إلى الملف السوري، حيث حمل رئيس هيئة التفاوض في المعارضة نصر الحريري مجلس الأمن مسؤولية الفشل في منع الجرائم في سوريا، بما في ذلك الهجوم على الغوطة الشرقية. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصلت فيه الغارات الجوية على الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل 30 مدنيا، بينما خرج 30,000 من المدينة عبر الممرات الإنسانية التي يؤمنها الجيش السوري. الآن موعد وقفتنا مع النشرة الاقتصادية. أخبار المال والأعمال بصحبة الزميل مصطفى مزار. مساء الخير مصطفى. مساء الخير، ومساء الخير دكتور علي، مساء الخير إلهام، شكرا جزيلا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية، نتابع فيها بعد هذا الفاصل. مصر والإمارات تتفقان على إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة بين البلدين. أهلا بكم مشاهدين الكرام، وإلى تفاصيل الوقفة الاقتصادية. اتفقت مصر والإمارات على تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات الاقتصادية بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين، وذلك فضلا عن مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة. جاء ذلك في ختام أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، والتي ترأسها وزير التجارة طارق قبيل، وعن الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري. بحثت وزيرة السياحة رانيا المشاط مع رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية يوسف العميري سبل تعزيز العلاقات السياحية المشتركة مع دولة الكويت الشقيقة، وتناول الاجتماع العديد من المناقشات حول كيفية الاستفادة من أعمال هذه المؤسسة الكويتية في مصر في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة سبل دفع حركة السياحة الوافدة من الكويت إلى مصر وآليات تعزيزها. عقد خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق في أول لقاء مع المجلس بتشكيله الجديد، ووجه الوزير إدارة الشركة بضرورة وضع خطة طموحة للاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية المتاحة، مع السعي إلى أن يكون لدى الشركة 5 فنادق على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 فندق على مستوى العالم. كما وجه الوزير بتنويع نشاط شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق. وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان على منح النقابات المهنية وجمعيات الإسكان التعاونية المخصص لها قطع أراضي بالمدن الجديدة بنشاط عمراني متكامل مهلة 2 للانتهاء من تنفيذ جميع عناصر المشروع، وذلك نظير مقابل مادي. وأضاف الوزير أن المهلة تسري على جميع الأراضي بما في ذلك الأراضي الصادر لها قرار بإلغاء التخصيص أو قرار باستقطاع جزء منها وما زالت في حوزة النقابة أو الجمعية. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا بحضرتكم لنهاية هذه الوقفة الاقتصادية. نعود مجددا للزملاء كريم الحلفاوي والدكتور علي المبارك للمتابعة في أخبار سياسية. إليكم. شكرا لك مصطفى. أعلنت الخارجية الروسية أنها ستطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا خلال أسبوع ردا على إجراء مماثل اتخذته لندن بعد تسمم عميل مزدوج روسي سابق في إنجلترا، بالإضافة إلى تعليق عمل المركز الثقافي البريطاني في البلاد. وحذرت الوزارة بريطانيا من أنها إذا اتخذت أي إجراءات إضافية غير ودية حيال روسيا فإن موسكو تحتفظ بحق الرد. من جهته صرح السفير البريطاني في موسكو أنه تم استدعائه إلى مقر الخارجية الروسية، حيث تم إخباره
بالإجراءات التي ستتخذها موسكو تجاه البعثة الدبلوماسية البريطانية، والتي شملت أيضا سحب ترخيص لفتح قنصلية بريطانية عامة في مدينة سان بطرسبرغ. قالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إن طرد روسيا ل 23 دبلوماسيا بريطانيا لا يغير شيئا في قضية تسميم العميل المزدوج في مدينة سالزبيري في إنجلترا. وتعهدت رئيسة وزراء بريطانيا بعدم التسامح مع أي تهديد لحياة مواطنيها وغيرهم على أراضي البلاد من الحكومة الروسية، وأكدت أنه ليس هناك أي خلاف مع الشعب الروسي، كما أنه سيتم الترحيب دائما بالملتزمين بالقانون البريطاني الذين يقومون بإسهامات في المجتمع، مضيفة أن هذا العدوان الروسي يعد النقيض التام للقيم الليبرالية والديمقراطية التي تعرف بها المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن الرد الروسي لن يغير حقيقة أن محاولة اغتيال شخصين على الأراضي البريطانية ليس لها سوى تفسير واحد، وهو أن الدولة الروسية تقع تحت طائلة المسؤولية. والآن مع وقفة وآخر أخبار الملاعب، الزميل محمد عبد الحكم يقرأ النشرة الرياضية. إليك محمد. شكرا دكتور علي وشكرا.